الفصائل والميليشيات الموالية لإيران قامت بجمع آلاف أجهزة التواصل اللاسلكي التي تستخدمها فيما بينها من أجل أخضاعها لما قالوا أنه فحص أمني في مقرات جهزت خصيصا للأمر في معظم أنحاء العراق. على أساس جينا احنا عندنا الخبراء، الخبير الفرنسي عادل عبد المهدي وخبير روسي أبو نخرورة، هم للعلم حزب الله معرضين للفحص، يعني هذول هم أغبياء وعموا على العالم كلها. الآن شوف هذول اللي حزب الله، يعني هسه يمكن راح يصوتون على إلغاء قانون الأحوال الشخصية لأن بعد ما يستفادون، لأن شالوا كل الأجهزة مالتهم. يعني بعد شو يستخدمون مثلا؟ شو يسوي إذا هي قطعوها؟ إلهم تقطع كل واحد طهن لبيده. المستشفيات قاعد يحاولوا لهم إياه بالمستشفى، يطوهم إياه بالجيس. شنو هذا يا ابي؟ قال له روح اتمتع، اخذ هاي مالاتك وروح. اي راح يطلعون قانون يجوز اي واحد يجي يصير بالميليشيا لازم يخصونه، يقصونهن. هسه الجماعه راح يطلعون على الجماعه هذول اللي يريدون يدخلون للميليشيات، فيقول لك هذا شنو هذا؟ عنده واحد هذا نغار من عنده احنا، فخلي يشيلونه. لان دولي شوف شوف الله سبحانه وتعالى، اي والله شوف الله سبحانه وتعالى، شوف ايش قد اغتصبوا من هاي البنات اللي بسوريا، اللي بلبنان، اللي بالعراق. شوف الله شلون راح ينتقم من عندهم. ذاك واحد انا قهرني، انت شو تسوي بيه ده مدخله بالمرافق وياك؟ هسه لا يطلع بيه فيلم حتى تقول مثلا جايباه على فيلم، لا يطلع بيه بس رقم. شو تسوي بيه مدخله؟ شالهن كلهن.